بونجور يا شباب، يا رب تكونوا بخير. وصلنا لآخر السنة وآخر المنهج بتاعنا، وإن شاء الله نراجع النهاردة مع بعض أهم النقط الموجودة في المنهج، بس عن طريق صور. يعني ناخد لقطات كده من المنهج تفكرنا بالمنهج، ونحل مجموعة أسئلة حلوة متنوعة مع بعض عشان نتدرب على الامتحان. يلا بينا. اول حاجه مع بعض في شابيتر 4 بنفتكر الصوره ديت اللي بتفكرنا بالبو او تركيب الجلد. ليه؟ اصلي الشابيتر ده بيتكلم عن الاكسكريسيون الاخراج، فبنتكلم عن حاجه اسمها المواد الاخراجيه او الماتيير اكسكريتريس، وبنتكلم عن الاورجان اللي بتعمل الاكسكريسيون. فاول حاجه مع بعض بناخدها هي البو. انا طبعا هفكركم، لكن لو انتم محتاجين جزء معين بالتفصيل بنرجع للفيديو بتاع الدرس دوت ونشوفه بالتفصيل على مهلنا. البو لو احنا فاكرين بيبقى فيه ديرم وابيديرم. الديرم اللي هو الجزء اللي تحت الكبير، والابيديرم اللي فوق. وقلنا الابيديرم ده كمان هو جزئين، في جزء سوبرفيسيال او سطحي فوق، وده الطبقه اللي فيه الكيراتين الميته، ودي اللي بتتقشر وبتتجدد باستمرار. والجزء التحتاني اللي فيه الميلانين، ودي الصبغه اللي بتدي للجلد لونه. طب ايه علاقه الموضوع دوت بالاخراج؟ هنقول تحت الدرم في حاجات كتير، في البوال اللي موجوده في الدرم والابيديرم، في الجلاندز دير بار، ودي تعتبر اليونيتي اكسكريتريس اللي هي الوحده الاخراجيه بتاعه الجلد، ودي اللي بتمتص العرق، يعني بتمتص الميه والاملاح الزياده وبعض اجزاء الدشي ازوتي وتخرجها في الانبوبه الطويله اللي بتطلع من البور. طب ايه اللي بيلزق الجلد في طبقه العضلات اللي تحتيه؟ شويه طبقات دهنيه او بنقول عليها كوش جريسيوز. طبعا في شويه تفاصيل، في حلمات حسيه بنقول عليها كده سنساسيون او تخص السنسيبيليتي، في اوعيه دمويه او شعيرات صغيره، في حاجات كتير، لكن احنا بس بنفتكر اول جزء او اول اورجان عندنا في شابيتر 4 او الاكسكريسيون. تاني حاجه بنفتكر الشكل دوت اللي هو مين؟ الفوا، برافو عليكم، اللي هو الكبد. والكبد ليه دور مهم جدا جدا في التخلص من الدشي ازوتي، يعني هو اللي بيعمل اكليبر في الجسم عشان يخلصنا من الدشي ازوتي. ازاي؟ الدشي ازوتي او الفضلات النيتروجينيه بتبقى عباره عن اسيد امينيه زياده او اونكسي، في جزء خطر اسمه الجروب امينو. مين اللي بيقصه ويشيله؟ الفوا. والفوا بعد كده بيبعته عن طريق الدم للران اللي هي الكليتين، اللي بعد كده بتخرجه في شكل الأورين أو البول. يبقى الفوا ليه دور كبير جدا في الإخراج، غير إنه كان ليه دور في الترم الأول لو أنتوا فاكرين في هضم المواد الغذائية. وهنا يا شباب هنبص على شكلين، الأباراي أورينير والران، اللي هو الجهاز البولي والكلية. الجهاز البولي طبعا هو دوران اللي هما الكليتين، ودي المصفى بقى اللي بتصفي الدم من الفضلات بتاعته اللي هي الدشي ازوتي. عندنا اتنين اوريتير، وبعدين الفيسي اللي هي المخزن اللي بتخزن البول لغايه ما نتخلص منه، وجزء صغير في الاخر اسمه اوريتر، وما نلخبطش ما بين اوريتير واوريتر. والناحيه الثانيه احنا بنشوف هنا الران بشكل اكبر شويه عشان نتذكر كويس ان الموضوع بتاع الكليه عبارة عن ثلاث أجزاء، الجزء اللي من بره بنسميه الإيكارس أو الزون كورتيكال، والجزء اللي في النص هو الميديولير أو الموال اللي هو قلب الكلية نفسها أو النخاع، وبعدين عندنا جزء هنا اسمه الباسان اللي هو حوض الكلية، وده اللي بيتصب فيه المواد الإخراجية اللي هتنزل بعد كده فين؟ هتنزل بعد كده في الإرتير وتروح للفيسي. طبعا أنا بكلمكم بسرعة بسرعة لأن إحنا بنفتكر نقط مش أكتر. فلما نتكلم عن الران اكيد هنجيب سيره مين؟ النفرون. طب النفرون ده موجود فين؟ جوه الران. كل ران فيها حوالي مليون نفرون، يعني الكليتين عندنا 2 مليون نفرون. والنفرون بيبدا بالجزء دوت اللي بنسميه الكبسول ديبومون او محفظه بومن، اللي فيها شويه اوعيه دمويه بتديها الدم، وبعدين الدم بيمشي جوه الانبوبه الطويله دي زي ما احنا عارفين بالتفصيل، اللي هي تيبر بليه براش وتيبر بليه لوان او الوانيه، وفي النص الانس دونلي او ثانيه هنل. وخلي بالكم وافتكروا كويس ان الحته دي اللي بيحصل فيها ري ابسوربسيون سيلكتيف، نقطه مهمه جدا. زي ما بيحصل هنا فلتره او فلتراسيون، هنا بيحصل حاجه اسمها اعاده امتصاص اختياري، يعني الدم بيستعيد مره تانية المواد الحلوه والمفيده اللي محتاجها
علشان مش كلها تنزل فين؟ في البول او في الارين. طيب لو ما حصلش reabsorption selective، اللي بيحصل بيضطر الانسان يشرب 170 لتر مية في اليوم، وده طبعا مستحيل، فبتحصل مشاكل واشاك رينال زي ما احنا عارفين. يبقى لازم فلتراسيون، بس الفلتراسيون بعدها على طول reabsorption selective عشان الجسم يستعيد المواد المفيدة بتاعته زي الجلوكوز وغيره وغيره، وبعدين ينزل في الاخر خالص في التيب كوليكتور او الانبوبة المجمعة المواد الاخراجية. فلما نشوف النفرون اللي هو يعتبر يونيتي اكسكريتريس بتاعة الكلية او الجهاز البولي بشكل عام، لازم نتذكر مع بعض عمليتين، فلتراسيون وري ابسوربسيون سيلكتيف او فلترة ترشيح واعادة امتصاص اختياري. نشوف بعد كده رسمة تانية. مين دوت؟ ده الجهاز اللي بيعمل الغسيل الكلوي. لو بعد الشر حد عنده مشكلة في الكلى او عنده حاجة اسمها فشل كلوي، بيضطر ان هو يروح مرة او مرتين او اكتر في المستشفى عشان يعمل حاجة اسمها غسيل كلوي. ده بيبقى عنده اشاك رينال او فشل كلوي. طيب الرئة ارتفيسيال ديت او الكلى الصناعية عبارة عن ايه باختصار شديد جدا؟ بيطلع الدم زي ما احنا شايفين من الارتير، ويخش الجهاز ده يتفلتر ويرجع تاني شبه نقي للفان. ليه بقول شبه نقي؟ لانه بيتجدد او بيتنقى حبة حبة لغاية ما ينضف خالص. طب ايه اللي بيحصل جوه الجهاز بسرعة كده؟ بيبقى عندنا زي غشاء شبه السوليفان كده، والغشاء ده وراه بلازما نظيفة ونقية، قدامها البلازما بتاع الدم المريض واللي فيها مواد تلوث او الدشي. فبيحصل نقل للدشي من دم المريض للجهاز عن طريق الديفيزيون، من تركيز كتير لتركيز ايه؟ قليل. فباستمرار الموضوع بيتنقى دم المريض، وبكده كأنه عمل نوع من التنقية للدم. طب ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ بيفكرنا بايه؟ دي ورقة نبات وعليها فقاعات مية، بتفكرنا بعملية اسمها سيداسيون. وهنا نفتكر ان النبات كمان بيعمل اخراج عن طريق ترانسبيراسيون وسيداسيون. اوعوا تنسوا الاتنين دول. ترانسبيراسيون يعني خروج المية في شكل فابور، وده بيحصل كل يوم، تمام؟ خاصة لما يكون في شمس، يعني درجة الحرارة عالية، زي الانسان كده ما بيعرق، ولكن بتطلع في شكل فابور، ده ترانسبيراسيون. والنتح دوت بيطلع من ثلاث اماكن زي ما اتفقنا قبل كده في الشرح بالتفصيل، يا ريت نرجع ونشوف دوت. ترانسبيراسيون ستوماتال او من الاستومات، او الكوتيكولير على طبقة الكيوتين اللي بتغطي الورق، او في الاجزاء اللي هي بتاعت الاشجار الخشبية او اللينو، نقول من اللونتيسال او العديسات. يعني لو نبات ملوش شجر او ملوش سيكون خشبية، يبقى النوع التالت ده مش فيه. طيب ايه بقى السيداسيون؟ خروج المية الزيادة بس في شكل جوتولات، قطرات مية فعلا، سائل ليكيد، وده بيحصل في الفجر بدري جدا في البرينتون او في نهاية فصل الربيع. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين ترانسبيراسيون وسيداسيون. خلصنا صور سريعة جدا لشابيتر 4، تفكرنا بس بيه، لكن احنا طبعا هنذاكر بالتفصيل. ونشوف شابيتر 5، اول صورة تقابلنا في شابيتر 5، لان شابيتر 5 بيتكلم عن السونساسيون او الاحساس، فاحنا بنفتكر على طول نبات الميموزا. فاكرينه نبات الميموزا او الست المستحية؟ هو النبات اللي بيتأثر باللمس والاوراق بتاعته سابليك او بتنطبق على بعض، وبيحصل نوع من الاحساس واضح جدا. لازم نفتكر كويس قوي ان الاحساس في النبات ممكن يكون عن طريق الاوبسكوريتي او الظلام. يعني بنشوف نبات زي الميموزا بالنهار بتبقى اوراقه مفرودة وفروعه قايمة كده، لكن بالليل بينكمش كأنه نايم. وكمان بنشوف اثناء اللمس اللي بيحصل بالظبط. بيحصل اثناء اللمس ان المية اللي عاملة دعامة للورقة بتروح جوه الاكس، والاكس بيدي للاكس اللي بعديه اللي هو البريمير لغاية ما توصل للتيج، فكل الفرع بتاع النبات بينحني او سانكليني وبيميل كأنه بالظبط نام. واوعوا تنسوا في الحتة ديت ان اللي قايم بدور المفاصل هي الرونفلومون. الرونفلومون اللي هي الانتفاخات. لو احنا افتكرنا بسرعة كده، ادي شكل التيج او الساق، طالع منها الاكس بريمير، هنا في انتفاخ، والاكس ده طالع منه اربعة اكس تانيين بنقول عليهم سكوندير، برضو كل واحد ليه انتفاخ او رونفلومون. وهنا طالع الاوراق في شكل صفين اللي بنسميها الفوليال. عشان كده قلنا لو لمسنا ورقة ست اجزاء بيتحركوا، نقدر نرجع للدرس ونشوفه بالتفصيل. طيب ايه الرسمة التانية ديت؟ الرسمة ديت بتفكرنا بالتروبيزم،
وهنا لازم نفتكر كويس جدا ان تروبيزم هو الانتحاء. يعني ايه انتحاء؟ يعني النبات بينتحي او بيتجه ناحية مؤثر معين او يبعد عنه، زي مثلا الليمير لو الضوء جه من ناحية معينة نلاقي التيج راحت ناحية الضوء والراسين بعدت عن الضوء، فنسمي التيج فوتو تروبيزم بوزيتيف والراسين نسميها ايه؟ فوتو تروبيزم نيجاتيف، وهكذا. طب ايه اللي بيخلي الموضوع ده يحصل؟ حاجة اسمها الاوكسين. لو قلنا دي القمة النامية للنبات وده الراسين، في اوكسين هنا بالتساوي وفي اوكسين هنا بالتساوي. لو الليمير جه من الناحية دي بار اكزامبل، بنلاقي زي ما هنشوف في الرسمة اللي بعدها ان بيحصل عدم تساوي في توزيع الاوكسين، والاوكسين دي هي الهرمونات النباتية، وبالتالي بيبقى 65% بعيد عن الضوء و35 قريب. في الاثنين في التيج والراسين ايوه، ولكن تأثير الاوكسين في الراسين غير تأثيره في التيج. فنلاحظ الاتي: فوق وجود كمية كبيرة من الاوكسين بيزود الاستطالة وبالتالي هيخلي التيج تروح ناحية الضوء، انما هنا بيثبط، يعني ايه؟ يقلل الاستطالة او النمو، وبالتالي الجزء ده هو اللي هينمو اكتر فيبعد عن الضوء، فنسمي الراسين نيجاتيف ونسمي التيج بوزيتيف. طبعا اللي اكتشف الكلام ده عالم اسمه بايسون جونسون، واللي عمل التجارب بعديه على الافوان. طبعا زي ما انتم عارفين اللي شاف الموضوع دوت وحكم ازاي النبات بينمو بعيد او قريب كان العالم بايسون جونسون اللي اكتشف التأثير بتاع الاوكسين جوه النباتات. طبعا التفاصيل تلقوها في الدرس لو تحبوا ترجعوا له بالتفصيل. نشوف بعد كده رسمة مهمة جدا، ودي شكل النيران او السيلول نيرفوز، ودي الوحدة البنائية اللي بتبني السيستم نيرفو كله. طب احنا ليه بندرس السيستم نيرفو؟ عشان ده المسؤول عن الاحساس، واحنا في شابيتر 5 بنتكلم عن الاحساس. طيب ايه الشكل ده؟ بنلاقي جزئين، الجزء ده بنسميه الكور سيلولار او جسم الخلية، والجزء ده كله بنسميه الاكزون. برضو مش هزود عليكم ولا اطول في تفاصيل، لكن عايز افكركم بس بسرعه ان هنا في نويو سيتوبلازم ونقط كبيره شويه بنسميها جراندونيسال، ودي المسؤوله عن الطاقه بيقول كده، او الاكتيفيتي لما يكون في نشاط بتختفي، معنى كده ان هي بتستهلك اثناء الطاقه، بتفكرنا بالاتي بي في الترم الاول. طيب الاكزون دوت اللي هو المحور بيبقى متغطي بطبقه اسمها ميلين بتطلعها سيليل دشوان، والطبقه ديت بتسرع الانفلو نيرفو اللي هي الرسائل العصبيه. يعني معنى كده ان في علاقه ما بين سمك الاكزون، كل ما كان الاكزون دوت سميك وعليه طبقه كبيره من الميالين كل ما كان سرعه الانفلو نيرفو كبيره. عشان كده بنقول ان الانفلو نيرفو كانه بينط ما بين النودرون فيه وبيبقى سريع جدا، غير لما يكون في اكزون من غير جاندوميلين بيبقى السرعه فيه قليله، وانتوا طبعا فاكرين كام في الجاندوميلين وكام من غير جاندوميلين. مش هفكركم طبعا ان فوق في دوندريت اللي هي التفرعات الشجيريه، وتحت اربوريزاسيون تيرمينال او التفرعات النهائيه، ومن دول بنقدر نوصل من خليه لخليه تانيه. طب ايه الشكل اللي تحت ده؟ ده بيورينا شكل النار او العصب. لو كذا اكزون من الخلايا اللي احنا شفناها من شويه دول ارتبطوا مع بعض وتغلفوا عملوا حاجه اسمها فيبر او ليفه، كذا فيبر مع بعض بتعمل فيزو، كذا فيزو بتطلع لنا النار. يبقى لو احنا هنرسم رسمه كده مبسطه، ادي كذا اكزون مع بعض كانها فيبر او فيزو، يعني ليفه عصبيه او حزمه، كذا حزمه جنب بعض من دول بيكونوا لي النار اللي بيتغلف كله بطبقه دهنيه وتعمل العصب، وطبعا بيكون جواه فيسوسونجا او اوعيه دمويه. نيجي بعد كده نشوف حته مهمه جدا اللي هي بتاعه الانفلو نيرفو، او ازاي الرسائل العصبيه بتمشي، وهنا بناخد جزء من الاكزون ونفتكر ان جوه كان نيجاتيف وبره بوزيتيف. فاكرين الجزء ده طبعا لما شرحناه وقلنا ان في فرق كبير ما بين بره وجوه، وده بيخليه موان 70 ملي فولت. وبعدين لما بتحصل اثاره
سواء شكة أو لمست حاجة سخنة في الجزء ده بتتقلب الإشارات، يعني البوزيتيف بيبقى جوه والنيجاتيف بره، وبيوصل لبليس 40. بصوا الفرق قد إيه، من موان 70 لبليس 40، فلو عملنا الفرق ما بينهم هيطلع 110 ملي فولت، وده اللي بنسميه جهد الفاعلية أو جهد التأثير، ده اللي بيخلي الأنفيو نيرفيو تمشي جوه العصب. تفاصيله طبعا في الدرس الخاص بي. ايه الشكل ده؟ بنسميه سينابس. سينابس يعني التقاء ما بين نهاية خلية عصبية وبداية خلية عصبية جديدة، وهنا بيبقى فيه فيزيكول. الفيزيكول دي جواها مواد كيماوية بتنقل الرسالة العصبية من نهاية خلية لبداية خلية جديدة. طبعا بيبقى النص كده فيه شق او زي حتة ما بين الخليتين، وبيبقى فيه دور للكالسيوم ان هو يفجر الفيزيكول. ممكن طبعا نرجع للدرس ونشوفه بالتفصيل، لكن بفكركم ان الحتة دي مهمة جدا ولازم نراجعها. نبص كده على السيرفو ونفتكر كويس جدا، السيرفو اللي هو الجزء الاكبر في سيستم نيرفو، وان السيرفو موجود جوه الكران جوه الجمجمة، لكن كمان بتحميه ثلاث طبقات، او بنقول عليهم مينانج، او بنقول عليهم البيمير اللي هي الام الحنون، والديرمير الام الجافية، والاراكنويد في النص. يبقى البيمير ده غلاف او ممبران لازق في المخ بيغذيه، والديرمير مبطن الجمجمة، وما بين الاثنين الاراكنويد اللي بيمتص الصدمات. طبعا كلنا عارفين ان المخ عبارة عن لوب او فصوص، فعندنا زي ما احنا عارفين اللوب اللي قدام خالص اللي هو الفرونتال والباريتال والتومبورال وورا اوكسيبيتال، وجوه مش باين ما بين الفرونتال والباريتال، بنلاقي حاجة اسمها انسولير اللي هو الجزء او الفص الخامس. كل فص من دول ليه شوية وظائف، ياريت نراجعهم ونبص عليهم عشان لو جاء اي واحد منهم في الامتحان. نفتكر بعد كده الرسمة ديت، ودي بتفكرنا بالموال ايبينيير. الموال ايبينيير هو الحبل الشوكي او النخاع اللي موجود جوه الكولون فيرتبرال، وده مهم جدا، واهم حاجة فيه الاكت ريفلكس، هو المسؤول اللي بيدي اوامر سريعة عشان اتصرف تجاه اي مؤثر خارجي. طيب في من جوه مادة رمادية، ومن بره المادة البيضاء، بنقول عليها ماتيير جري وماتيير بلانش، وطبعا النار او الاعصاب بتبقى خارجة منه، والاعصاب ديت زي ما احنا فاكرين كويس جدا ليها راسين دورزال وراسين فونترال، او ليها جذر باطني او بطني وجذر ظهري. طبعا الظهري اللي هو بينقل الاحساس، والبطني اللي بيعمل الحركة. طبعا مش هنتكلم ابدا عن المول ايبينيير الا لما نفتكر حاجة اسمها الارك ريفلكس، وهنا تفتكروا كويس لما قلت لكم في الدرس ده في فرق ما بين الاكت ريفلكس والارك ريفلكس. الارك ريفلكس هي مجموعة خلايا او اعضاء بتساعد او بتساهم في عمل الاكت ريفلكس. يبقى الاكت ريفلكس ده هو الفعل التلقائي او الموقف اللي احنا بناخده تجاه مؤثر، انما الارك ريفلكس هو مجموعة الخلايا اللي بتنفذ ده. يعني مثلا لو احنا لمسنا شوكة في نبات، فالشوكة دي اتأثرت على صباعي اللي فيه الخلايا الحسية، يبقى في عضو استقبال او اورجان ريسبتور اللي هو الجلد في الخلية الحسية نفسها او النيرون سنسيتيف، وبعدين في خلية حركية هتحرك العضلة اللي هتبعد ايدي. طب مين بيوصل الحسية بالحركية؟ الخلية دي اللي بنقول عليها كونكتور. يبقى أنا لو احنا عديناهم عضو استقبال وعضو استجابة اللي هو العضلة، ادي اتنين، والتلات خلايا في النص، يبقى سينك. الارك ريفلكس بيتكون من سينك سيليول. وبكده يا شباب احنا خدنا فكرة سريعة جدا جدا عن طريق الصور عن المنهج بتاعنا عشان نفتكره، لكن طبعا لو في اي جزء محتاج ان احنا نراجعه بدقة اكتر ياريت نراجعه. تعالوا نبص على الاسئلة. طبعا يا شباب احنا متعودين بناخد عينات من الاسئلة عشان نعرف نفكر كويس ازاي السؤال ده بيتحل، لكن طبعا اشجعكم انكم تحلوا اكتر واكتر عشان تكونوا مستعدين في الامتحان. تعالوا كده نشوف بعض الاسئلة مع بعض، زي مثلا السؤال الاولاني اللي بيقول لي لوكال دي زينونسي سويفون اليستر لا فوا كوريكت بور سو ديباراسي دو لا سوبستانس دوري دو كور. يعني ايه هي المسار، كلمه فوا كوريكت، المسار الصحيح للاستخلاص بتاع او التخلص من ماده اخراجيه زي الاريد. هل الفوا ران
إيرتير فيسي ولا فوا إيرتر ران إيرتير ولا فوا ران إيرتير إيرتر ولا فوا إيرتر أو إيرتير ران فيسي. نفكر شوية. زي ما اتفقنا ان دايما الفوا هو اللي بيبدأ، حتى كل الاختيارات هنا فيها الفوا، فهو دايما اللي بيبدأ بان هو ياخد الجروب امينو او الجزء الخطر عشان يرميه للران. يبقى انا هختار فوا وبعديه ران، يعني هفكر في A او سي. طيب اشوف في A فوا ران إيريتير، وهنا فوا ران إيريتير زي بعض، بس هل بعد الإيريتير اللي هو الحالب اللي هو الأنبوبة اللي بتاخد من الران للفيسي، هل على طول بيبقى وراها إيريتر ولا فيسي؟ طبعا برافو عليكم، بيبقى الفيسي، فأنا هختار أول اختيار. طبعا في أسئلة كتير هنلاقي إن احنا حلينها، لكن نفهم إزاي اتحلت عشان نستفيد أكتر من السؤال. فمثلا يقول لي lequel des composés suivants dont la concentration ne change pas dans le sang après le passage dans le rein. يعني مين اللي هو قبل او بعد مروره في الدم ما بيتاثرش او ما بيتغيرش التركيز بتاعه، ne change pas الكونسنتراسيون بتاعته ne change pas après le passage dans le rein، بعد ما يخش الكلى ويطلع. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان في حاجات بتخش النفرون اللي هو النفرون يعني الانبوبه اللي بتفلتر جوه الكلى، وفي حاجات ما ينفعش تخش. ايه الحاجات اللي ما ينفعش تخش؟ الجلوبين روش لانها كرات دم حمراء كبيره، والبروتين فده تركيزها قبل او بعد دخول الكلى هي هي، لانها مش بتتفلتر ومش بتنزل جوه الارين، فهنختار بعدين بيقول لي dans la figure ci-contre les organes 1 2 et 3 représentent respectivement la peau poumon rein. يعني خلي بالنا 1 و 2 و 3 هم عباره عن البو والبومون والرين. طيب بيقول لي بقى المواد الاخراجيه 1 و 2 سبستانس A B et C ريبريزونت ايه بالترتيب؟ يبقى نركز كويس جدا، احنا عندنا دلوقتي مواد اخراجيه A B C ماشي. مثلا A لو احنا ملاحظين هي بتخرج من 1 و 3، C من 2 و 3، طب B من الثلاثه مع بعض، فمين هما الثلاثه دول A B C اللي بتخرج من الاعضاء الاخراجيه دي؟ لو احنا فكرنا شويه كده وشفنا الاختيارات، تعالوا مثلا نشوف الاختيار الاولاني على سبيل المثال. سيبنا من ايه هو الحل، كده كده احنا عارفين الحل او هنعرف الحل مع بعض، لكن ازاي وصلنا للحل هو ده الاهم. لو قلنا الاي بي سي او المواد المشطشطه وبعدين الديشي ازوتي وبعدين الاو، تعالوا مثلا ناخد الديشي ازوتي. الديشي ازوتي دوت هو تاني واحد يعني بيعبر عن بي. هل الديشي ازوتي بيخرج من الثلاث اعضاء اخراجيه اللي هم مين؟ اللي هم البو والبومون والرام. هل البومون بتاعتنا بتطلع ديشي ازوتي؟ لا طبعا، بتطلع سي او 2 بتطلع فابور دو، لكن مش هتطلع ديشي ازوتي، فما اقدرش اختار الاختيار ده. وهكذا بقى افضل اجرب في الاربعه، هلاقي ان اوضح حاجه هو سي ديشي ازوتي هو اللي بيمثل ا، لان ان وتروا، فان وتروا هنا اللي هو البو والران، ودول فعلا بيخرجوا الديشي ازوتي زي ما قلنا في الشرح. الاو اللي هو بيمثل بي بيخرج من الثلاث اعضاء اخراجيه اللي هي البو والبومون والران وهكذا، يبقى اختيارنا هيكون سي. كيسيون اللي بعد كده بيقول لي لا كال دي سوبستانس سويفونت ني سو تروف با دون لا سيور، مين اللي مش موجود في العرق؟ طبعا في ميه اكيد، في سال دي صوديوم املاح، في ديشي ازوتي قلنا نسبه قليله في العرق، لكن مفيش ايه جلوكوز، يبقى هنختار الاختيار ده. Dans la figure ci-contre, laquelle des affirmations suivantes est appliquée sur les globules rouges? يا ترى الجملة اللي تنطبق على الجلوبيل روج؟ خلي بالكم ان في 1 وفي 2، 1 يعني داخل النفران، الحته دي اسمها جلوميرولوس او مجموعة الأوعية الدموية اللي جوه الكبسولة بومون، وفي 2 ده خارج من كبسولة بومون، وفي 3 اللي هو كبسول نفسها اللي هي اول النفرون. فمين اللي بينطبق على الجلوبيل روج؟ لو احنا كده قرينا الاربع جمل هنلاقي البورسنتاج ايتيغال. طب ليه 1 و 2
نفس النسبة بتاعة الجلوبيل روج، لأن زي ما اتفقنا في الأول إن هي ما بتخشش أصلا النفران. تخيلوا لو هي بتخش النفران، لو بنتكلم مثلا عند الشيء أزوتيه، فهيكون تركيزها في آن أكتر من دي، لأن لما تخش في آن بتمشي جوه النفران، فبنتخلص من جزء منها، يمكن يرجع جزء ويمكن ما يرجعش، يبقى تركيزها أقل كتير في دي. ولكن لما أقول جلوبيل روج دي أصلا مش بتخش، فالجلوبيل روج آن ودي نفس البورسنتاج أو نفس النسبة، يبقى هختار سي. طيب خش بعد كده سؤال حلو، بيقول لي لا بريمير ريجيون دي سيستم ايرينير، اول جزء في السيستم ايرينير او الاباري ايرينير اللي فيه بيمر الليكيد اللي اسمه ايرين او البول. تخيلوا ايه، احنا ممكن يجي في بالنا على طول كبسول ديبومون، لا، الكبسول ديبومون ده بيستقبل لسه الدم وهيفلتر، تمام، مش كل اللي جواه يعتبر ايرين، لكن اول ما الايرين بيتكون ويخرج هيبدا يخرج من النفرون عشان ينزل بعد كده في الإريتير ويوصل للفيسي، فبيروح فين؟ في التوب كوليكتور او الكوندويت كوليكتور اللي هي بنقول عليها الانبوبه المجمعه. سؤال تاني بيقول لي لوكال دي جرافيك سويفون اليستر ليفولوسيون دي تو ديكستراكسيون دي رين، اللي هو الاجراك، يبقى الاجراك دوت هو استخلاص البول لشخص اون بون سونتي، صحته كويسه ودرجه الحراره بتاعه الجو اكس، يبقى اكس يا جماعه بيمثل درجه الحراره بتاعه الجو واجراك بيمثل استخلاص البول. فلو ركزنا شويه مع بعض ايه العلاقه ما بينهم، هنلاقي ان كل ما درجه الحراره بتزيد طبعا احنا بنعرق اكتر، فلما نعرق اكتر البول يقل، يعني في علاقه عكسيه، لما بنكون في الشتاء فالعرق قليل فالبول بيكون زياده، فبالتالي احنا هنختار لاتر ا اللي هو اول رسمه عندنا، يعني كل ما الحراره بتزيد كل ما الاستخلاص للبول بيقل. طبعا انتوا عارفين كويس قوي الرسومات ديت، دي علاقه عكسيه او انفرسمون، ده كونستانت ده ديريكتمون ودي حاجه متغيره، فاحنا هنختار لاتر ا. كاليدو سكيسوي ني با كوريكت، مين من الجمل دي مش مظبوط ومش صح؟ طب نقراهم كده على مهلنا وما نتسرعش، ودي نصيحه لينا يا شباب، لما نكون في الامتحان والاقي سؤال صعب ما استعجلش في اجابته، اقراه مره واثنين وثلاثه، اقراه بنشاط وما اسرحش فيه، ولكن لازم اقراه على مهلي عشان افهم تفاصيله ايه. فلما يقول لي النفران اي اون ريليون، يعني مرتبط افيك ان سول تيب دو بليني، طبعا تيب دو بليني زي تيب كوليكتور، الانبوبه اللي بتجمع، فكل نفران بيرتبط بانبوبه واحده، اوكي، او يقول لي لو تيب دو بليني اي ريليون افيك بليزيور نفران، طب ما نفس الكلام، ما هو كذا نفران بيجمع في انبوبه واحده. الكانال دو نيفرون سي تيرمين دون لو باسان دو رين، ركز كده في الجمله، بيقول لي النيفرون بينتهي، الكانال بتاعته بتنتهي في الباسان دو رين او في حوض الكليه. النيفرون اي اون ريليون افيك لو تيب دو بليني دون لا زون كورتيكال، في منطقه القشره بيحصل ان النيفرون بيرتبط بالتيب دو بليني، طبعا احنا عارفين التيب دو بليني ديت اللي بتاخد كذا نيفرون وبعدين بتصب في الباسان، ما ينفعش تكون فين؟ في الزون كورتيكال، يبقى انا هختار الجمله دي لانها جمله غير صحيحه، خلي بالكم السؤال ني با كوريكت. كالي لا ماتيير كي دون ان اسيد اوريك، ايه الماده اللي هتديني اسيد اوريك؟ ماشي، تبع الدشي ازوتي، انتوا عارفين الدشي ازوتي ليها كذا شكل من ضمنها الاسيد اوريك. ابري لو كاتابوليزم، بعد ما نكسر مواد غذائيه، هل الفاف الري البير الميال؟ طبعا احنا عارفين كويس المواد الغذائيه وعارفين يعني ايه فاف فول، وده فيه مواد بروتينيه، والري اللي هو الرز كربوهيدرات، والبير اللي هي تعتبر حاجات ليبيد او الزبده، والميال العسل سكريات، فمين اللي بيدي اسيد اوريك والحاجات ديت؟ بتبقى طبعا البروتينات سواء كانت نباتيه او بروتينات حيوانيه زي اللحوم. بارمي لي فونكسيون دو ليبيديرم ايه؟ من ضمن وظائف الإبيديرم، خلي بالكم قوي من السؤال ده لان السؤال شويه عايز تركيز. لما يجي يقول لي ديمينيلا تمبراتور دي كار، يعني بيقلل درجه الحراره، طب هو بشره الجلد الإبيديرم هو اللي بتقلل درجه الحراره؟ هي بتخرج العرق بس مين اللي بيستخلص جوه؟ طبعا الجلونس دي ريبار. هل برودكسيون دي سيور، هي بتنتج؟ لا هي مش بتنتج. هل اكستراكسيون دي ديشي ازوتي ولا ايفيتي لانفاسيون دي ميكروب؟ هي دي المباشره للإبيديرم، ان هي بتحمينا من غزو
الميكروب فنختار نيميرو 4. لو بوال سو سوليديفي اون ابسونس دو، يعني الشعره اللي خارجه من الجلد ممكن تتصلب او تتجمد في غياب ايه؟ خلي بالكو، جلونس دي ريبار ميلانين الميسكل ولا جلونس باسي. لو احنا عارفين كويس ان الجلونس باسي دي الغده الدهنيه واللي بتسهل خروج الشعره وبتفرز ماده عشان تخليها مرنه، يبقى احنا هنختار ايه؟ هنختار جلوند سيباسي. طيب نخش شويه كده على الاخراج في النبات، وتعالوا نبص على السؤال ده بيقول لي ايه. الاستركتور كي اجيس كوم سيت دي شانج دو غاز دون لي تيج لينيوز سون لي. خلي بالكو هي التركيبات اللي جوه النبات اللي مسؤوله عن شانج دو غاز. احنا عرفنا كويس جدا ان الاشجار الخشبيه نيوز هي فيها اللونتيسيل، واللونتيسيل ديت هي المسؤوله عن تبادل الغازات وفي نفس الوقت عن خروج جزء من الفابور دو عن طريق عمليه الترانسبيراسيون، فهنختار سي. لا كونتيتي دو بيردو بار لا لو بروسيسوس كي ايلستري بار لا فيجور سيكونس. طبعا احنا عندنا شكل جزء من في، واحنا عارفين كويس جدا الفتحه دي هي الاستومات، فلما يخرج منها كمية مية، المية المفقودة دي كام في المية؟ لو احنا مذاكرين كويس وعارفين ان خروج المية في شكل فابور عن طريق ترانسبيراسيون بيبقى كام في المية من الاستومات؟ بيبقى 90%، فهختار الاختيار ده. Tous les éléments suivants sont des voies d'excrétion de la plante de fève sauf. كل ده بيعتبر مسارات اخراجية لخروج المية من نبات الفول ما عدا طب نبات الفول ده اركز شويه، هو نبات عشبي ولا نبات خشبي؟ يعني في شجره فول كده كبيره ليها اخشاب؟ طبعا لا، دي بتبقى اعشاب صغيره او نباتات صغيره فما فيهاش اللونتيسيل لسه متكلمين عنها من شويه، وبالتالي ممكن يكون في استومات، ممكن يكون في الفاكيول، ممكن في الفتحات اللي بتطلع قطرات المايه اللي هي سوداسيون بنقول عليها استومات اكيفير، تمام، لكن ما فيهاش اللونتي سيل. Parmi les énoncés suivants lequel est correct concernant l'excrétion dans les plantes. يا ترى مين من الجمل ديت يعتبر صح ومرتبط بالاخراج في النبات؟ لو احنا قرينا الاربع جمل كده على مهلنا وركزنا هنلاقي الجمله الادق او الاقرب certaines plantes peuvent se débarrasser des sels insolubles en les stockant. لان احنا اتفقنا قبل كده لو انتوا فاكرين ان بعض الاملاح اللي النبات مش قادر يتخلص منها بيجمدها في شكل بلورات ويحتفظ بيها، وممكن الاوراق دي برضو تقع ويتخلص منها النبات، ولكن ما بتكونش في شكل ليكيد علشان ما تنتشرش جوه النبات. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لوغمونتاسيون دو لا تمبراتور اتموسفيريك، يعني ايه ارتفاع درجه الحراره بتاعه الجو بوندون لا سيزون دو برينتون. في البرينتون طبعا اللي هو الربيع ده بيخلي ايه اللي يحصل؟ لوغمونتاسيون دو تو دو شاكان دو ترانسبيراسيون اوغوتاسيون، هنا مقصود بالغوتاسيون اللي هو السوداسيون او الادماع، ولا قله نسبه ترانسبيراسيون والغوتاسيون، ولا زياده نسبه ترانسبيراسيون وقله الغوتاسيون، ولا قله الترانسبيراسيون وزياده. لو احنا فكرنا كويس ان السوداسيون او الجوتاسيون دوت اللي هو الادماع بيحصل في فصل الربيع، وكده كده ترانسبيراسيون بيكون موجود، فالاثنين هيبقى زياده في النسبه بتاعتهم، وهنختار اول اختيار. لو بصينا على سؤال تاني كده جميل بيقول لنا لا بو اي كونسيديري كوم ان اورجان دو بروتكسيون. خلي بالكم السؤال ده ريبونس اكسكريسيون، ايه ده؟ الجلد ليه ثلاث وظائف، بروتكسيون حمايه، ريبونس او استجابه لانه احساسي بيحس، واكسكريسيون اخراج لانه بيخرج العرق. نقول كار ايل كونتيان بالترتيب بقى، خلي بالك هو قال في الاول حمايه استجابه او احساس واخراج. ليه؟ عشان في كيراتين او تيرمينيزون نيرفوز وجلوند دي ريبار، ولا ميلانين وفي سوسونجان جلوند سيباسي، ولا ميلانين تيرمينيزون نيرفوز جلوند سيباسي، ولا جلوند سيباسي تيرمينيزون نيرفوز جلوند دي ريبار. لو احنا كده ركزنا مين اللي بينطبق على كل كلمه؟ بروتكسيون يعني كيراتين، احساس او ريبونس يبقى تيرمينيزون نيرفوز، واخراج الجلوند دي ريبار اللي بتخرج العرق، فانا هختار اول جمله معايا.
التروبيزم، دخلنا بقى في شابيتر 5 والإحساس في النبات. التروبيزم أو الانتحاء. كي دون لو سونس انفيرس، خدوا بالكم من الجملة دي. دو لاكوميلاسيون دي زوكزين، يعني الانتحاء بيكون في الاتجاه العكسي لتراكم الأوكزين. مثلا الأوكزين بتروح الناحية اليمين، فنلاقي التروبيزم رايح ناحية الشمال. ده بيحصل فين بالظبط؟ لو قريت الأربع جمل كده على مهلي وركزت فيها، ممكن توقف الفيديو وتشوف براحتك، هتلاقي إن الاختيار الأدق هو تيج أون بوزيشن هوريزونتال، يعني لو ساق في الوضع الأفقي، وبوزيشن فيرتيكال كمان لو في الوضع الرأسي بالنسبة للوميير اللي بيجي لها من ناحية واحدة. طبعا لو احنا شفنا كده مثلا بذرة نبات، وهنا نقول مثلا دي التيج اللي هتكبر وده الرسين، فهنلاقي ان تراكم الأوكزين بيبقى كده هو نتيجة الجاذبية. فهلاقي ان التيج بتروح ناحية فوق، معنى كده ان هي راحت ناحية عكس تراكم الأوكزين. خلي بالكم، يبقى البوزيشن هوريزونتال للتيج، ولما نفس التيج ديت تكون موجودة في شكل فيرتيكال والضوء بيجيلها مثلا من الناحية دي والأوكزين بيتراكم بعيد، بتلاقيها راحت الناحية العكسية لتراكم الأوكزين أو ناحية الضوء، فعشان كده بنسميها فوتو تروبيزم بوزيتيف. يبقى احنا نختار الاختيار A. بيقول لي دون لو جرافيك سي كونتر، ده في الشكل اللي قدامنا لو ركزنا فيه شوية كده، اللي بيورينا نسبة الكونسنتراسيون دوكزين اللي هي اكس لي دو كورب 1 اي 2 اكس بريم ريسبكتيفمون. عندنا ادي 1، خلي بالكم كان عالي شويه ونزل، وعندنا 2 عالي 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 فوق خالص وفي الاخر برضو نزل. طيب يا ترى دوت فوتوتروبيزم بوزيتيف للتيج وفوتوتروبيزم نيجاتيف بور لاراسين، يعني ا بيمثل ده ودو بيمثل ده، ولا فوتوتروبيزم نيجاتيف بور لاراسين ده نيميرو 1 وفوتوتروبيزم بوزيتيف بور لاتيج، وهكذا في الاختيارات. لو احنا قرينا على مهلنا الاختيارات وشفنا، هنلاقي الادق هو الاختيار ب، فوتوتروبيزم نيجاتيف للراسين. طب ليه بنقول كده؟ لاني مع تركيز الاوكسين، خلي بالكو في الراسين بيضعف النمو او بيقلل، فتلاقي ان الراسين عالي حبة صغيرين ونزل، انما في التيج عالي طبعا جدا فبقى مستواه اكبر، اللي بنقول عليه فوتوتروبيزم بوزيتيف بور لاتيج. الرسمة دي مهمة وجات قبل كده في امتحانات. طيب لما يجي مثلا يقول لي في 24 لا بروباغاسيون كوركتر دي زوكزين دون لو سومي دافوان، لو دي القمة النامية لنبات الافوان اللي هو الشوفان، متعرضة للضوء من ناحية الجش. طبعا لو احنا باصين كده على الافوان، فالناحية الجش اللي هي ناحية الشمال والضوء جاي منها كده، يبقى اكيد هيبقى تركيز الاوكسين اكتر في الناحية الدروات، يعني هختار لان هنا 65 والناحية دي ايه 35%. تمام يا شباب. نخش بعد كده على سؤال حلو في السيلول نيرفوز. لو احنا شايفين شكل السيلول نيرفوز و W بتورينا الممبران بتاع الكور سيلولير، وإكس بتورينا الدندريت اللي خارجة من بره، خلي بالكم، وإجراك بتورينا الأجزاء اللي هي مفهاش جاندوميلين أو سيلدشوان اللي بنقول عليها النيودرون فيه، وزاد اللي هي في الآخر خالص بنقول عليها التيرمينيزون نيرفوز أو النهايات العصبية. طيب اتعرفت على الشكل، اقرا السؤال. بيقول لي في الفيجور سي كونتر لانفيلي نيرفو اي ترانسمي اسيت سيلول نيرفوز بار، يعني الانفيلي نيرفو بيتنقل في الخليه دي، هو جاي من خليه رايح لخليه ثانيه عن طريق ايه؟ لو احنا كده ركزنا، الانفيلي نيرفو بيتنقل اسيت سيلول للخليه دي عن طريق ايه؟ اكيد جاي من خليه ثانيه، فبيخش عن طريق الدوندريت اللي هي بتمثل اكس، وعن طريق الممبران احيانا اللي هو W، فانا هقول W وإكس، هختار الاختيار ده. لو قلت بيتنقل لخلية تانية عن طريق ايه؟ يعني خلية تانية غير الخلية دي، هختار زد، لان هو بيوصل للزد وبعد كده بيروح خلية تانية وهكذا. لنقط سون ريليه انتر او بار بون فارولي، او اللي هي البون دو فارول. بون دو فارول اللي هي قنطرة فارول بالعربي، بتربط ايه وايه؟ طبعا بتربط السيرفو بالموال ايبينيير، ده الجزء اللي ما بين الاثنين لو احنا فاكرين التركيب
بتاع السيستم نيرفيو سنترال. طيب بيقول لي سي ان دوماج اي سيرفينو ا لا بيس ا لاكيل اي في في ريفيرونس دون لا فيجور سي كونتر، يعني لو حصل اي مشكله في الجزء ده، طبعا ده الاوكسيبيتال اللي هو بنسميه الفص القفوي. اون ريزون دو لا سيرفينونس دان اكسيدون، حصل لا قدر الله كده حادث والجزء ده اتصاب، ده هيؤدي الى ايه؟ طبعا لو انا عارف ايه هو الفص دوت وايه الوظائف بتاعته، ولما يتصاب هعرف ايه اللي هيعطل في جسم الانسان. فانا عارف ان ده مسؤول عن الفيو، وبالتالي الشخص ده ممكن يفقد النظر او بيردر لو سونس دو لا فيو. لا كونسنتراسيون دي زيون ا ليكستيريور دو لا مومبران دي سيلول نيرفوز او روبو اي دو، خدوا بالكم الحته دي، تركيز الايونات خارج المومبران دي سيلول نيرفوز، فاكرين طبعا خارج وداخل البوزيتيف والنيجاتيف، في وقت الراحه اوروبو، طبعا فاكرين كويس جدا، ممكن نبقى نراجع الدرس ده اللي هو نقل الانفيو نيرفو والاربع مراحل اللي بيعدي بيهم اي اكزون او اي خليه عصبيه. هنلاقي ان التركيز دوت بيكون اعلى للصوديوم واضعف للبوتاسيوم عشان يحصل الروبو، فبيكون اكتر حاجه صوديوم واضعف بوتاسيوم. نراجع الجزء ده عشان نفتكره كويس. السؤال ده عايز تركيز مننا شويه ونفكر فيه مع بعض، نقراه على مهلنا كده. بيقول لي الجرافيك اللي قدامنا دوت، خدوا بالكم هنا ا ب س د اف ج قريبين شويه من بعض، وده تون، وده هنا الميلي فولت اللي هي موان 70، وهنا بلس 40، تمام، وفي النص هنا زيرو. لو احنا كده ركزنا، بيقول لي جرافيك سي كونتر اليستر لي زيتا باسي بار ان نيرون اكسبوزي ان ستيمولون، او مؤثر معين اثر على خليه، او كور دو لاكيل دي زيتاب سويفون فو اتوندي ا سو كان اوتر نوفيل انفلو نيرفوس سوا جينيري اترافير لوي سي ان اوتر ستيمولوس دو لا ميم فورس كو لو بريمير. يعني ايه؟ وكاني خليه اتأثرت بمؤثر معين وفي نفس الوقت أثر عليها جزء تاني أو مؤثر تاني، هل يا ترى هيحصل اختلاف؟ فاكرين لما قلنا إن في فترة مهما كانت الفترة دي لو حصل كذا مؤثر في نفس اللحظات دي اللي هي فترة الجموح ما بيحصلش أي تغيير، فطبعا هنختار الفترة المستقرة دي اللي هي اف جي، يبقى هيحصل من اف لجي، لان مش هيحصل تنبيه عالي لان هما الاثنين حصلوا في نفس الوقت تقريبا. عرفنا الكلام ده منين؟ لما قرينا السؤال وقال لي ان هو بنفس القوه الاولى بتاعه المؤثر الاولاني. الانزيم كولينستراز، فاكرينه طبعا، الانزيم دوت كان بيأثر على ايه؟ ده اللي كان بيأثر ويكسر الماده اللي بتنقل الرساله العصبيه ما بين اتنين سيلول في الجزء بتاع السينابس، فده بيعمل اريت او اريتي لانفلو نيرفو. ليكور دي سيلول نيرفوز كي ترانسبورت لي انفورماسيون اونترون فير لا موال ايبينيير سون سيتوي دون لو. يا ترى مين الجزء اللي الخلايا العصبيه بتنقل الرسائل العصبيه؟ طبعا رسائل عصبيه بتتنقل، فده جزء سنستيف، يبقى في الراسين ايه؟ دورزال. لو انتوا فاكرين كان في راسين دورزال وراسين فونترال في الارك ريفلكس، فمين اللي بينقل الاحساس او الرساله العصبيه؟ الراسين دورزال. لورس كلافيسي اي بلان سولا اكتيف لاكسيون دو، لما تحصل ان المثانه تكون مليانه، ده دور مين؟ لو احنا رجعنا الجزء الاخير اللي هو السيستم نيرفو اوتونوم سمباتيك والباراسمباتيك، هنلاقي ان عند ملي الفي سي مين السيستم نيرفو باراسمباتيك هو اللي بيكون الدور بتاعه او بيكون نشط. سؤال جميل خالص، بيقول لنا لو جرافيك سي كونتر اليستر انسولين نيرفوز كي اكسبوزي ان ستيمولون، يعني في مؤثر اثر على خليه عصبيه، لو بوتنسيال داكسيون دو لا مومبران دو سات سيلول ايتيغال كام؟ طبعا احنا حافظين ان من ناقص 70 لغايه بلس 40 ف 110 على طول، لكن هنا في حاجه مختلفه. بيقول لي بص ايه اللي حصل؟ من موان 70 لو الارقام مش واضحه وصلت لبلس 30، فمش لازم اكون حافظ رقم وخلاص، اشوف المساله دي عايزه تقول ايه.
من ناقص 70 ل 30 لو انا عملت الديفرنس ما بينهم هلاقيها 100 ملي فولت، يبقى هنا 100 ملي فولت. هتقول لي احنا خدنا 100 ديس، اوكي دي الحاله الايديال او الحاله النموذجيه، لكن احنا بنتكلم هنا عن حاله مساله معينه، لازم اعرف كان كام بقى كام واطرح ما بينهم هطلع البوتنسيال داكسيون. هنا لما يجي يقول لي امبولسيون اللي هي الانفلو يعني نيرفو اوديتيف السمعيه في الكورتكس سيريبرال سون كوردوني، بتتنسق بمين؟ ايه الجزء المعني بالموضوع دوت اللي هو الرسائل العصبيه اللي تخص السمع؟ هلاقي التلاميس لو احنا فاكرين المنسق او بنسميها منطقه المهاد. طب بعرف الكلام ده منين؟ لو انا ذاكرت الاجزاء بتاعه المخ وكل فص بيعمل ايه هعرف التلاميس بيعمل ايه والايبوتلاميس وهكذا. طيب نعدي كده قدام شويه ونشوف لما يقول لي مثلا لي سنتر دو موفمون فولونتير، سؤال حلو، بيقول لي المراكز بتاعه الحركه الاراديه فولونتير ستروف فين؟ موجوده فين؟ طبعا انا عارف ان الحاجات ديت بتبقى موجوده في الاميسفير سيبرو او في النصفان الكرويان في القشره المخيه، فلو انا فكرت كده مين بيعبر في الاربع جمل دول عن الجزء المسؤول عن الموفمون فولونتير او القشره المخيه هلاقي اوديسي دي سنتر دو لا ميموار او فوق مركز الميموار اللي هو ان، طبعا ان اللي هو اللوب فرونتال. دو لا فيجور سيكونت للوب انسولير، فاكرين اللوب انسولير اللي احنا قلنا مختفي متغطي بمين ومين؟ هلاقي متغطي بان ودو اللي هو بنقول عليه فرونتال وباريتال، هو متغطي ما بين دول موجود ورا اللي هو الانسولير، وطبعا احنا عارفين تروا تومبورال وكاتر اللي هو الاوكسي بيتال. لوكال ديز اليمون سيفون اي او سون بريزون اون ابوندونس على الانتيريور دو لا سيلول نيرفوز بوندون ليتا دو روبو، يعني مين من الحاجات ديت بيبقى موجود اكتر ومنتشر داخل الخليه في حاله الراحه؟ طبعا هنختار جراند نيسال. ليه؟ لان احنا اتفقنا اثناء نشاط الخليه الجراند نيسال بتستهلك، فاكرين زي الاتي بي كده، فدي بنقول عليها كانها غذاء مدخر تستهلك اثناء النشاط، فاكيد موجوده اثناء الروبو او الراحه. طيب لا فيجر سي كونت ريبريزونت ان ارك ريفلكس، خلي بالكوا ده شكل مبسط كده الارك ريفلكس. اكس يا ترى بتعبر عن ايه؟ اكس اهي بتعبر عن ايه؟ هنقول ريسبتور سنسوريال. طب ليه ريسبتور سنسوريال؟ لان هي اللي بتستقبل الاحساس وبتوصله للكونكتور اللي بعد كده بتوصله للموتور اللي بتحرك عضله معينه علشان تتحرك. نشوف مثلا كيسيون 44 بيقول ليون كي ريسبونسابل لا ترانسميسيون دو لانفلو نيرفو دي اربوريزاسيون تيرمينال على فيبر نيرفوز، مين من الايونات ديت او العناصر ديت اللي مسؤول عن نقل الرسائل العصبيه؟ طبعا احنا عارفين الكالسيوم والدور بتاعه في السينابس زي ما شفنا قبل كده. تعالوا نشوف اسئله من نوع تاني مختلف. هنشوف بعض اسئله مختلفه شويه يا شباب، يمكن بعضها سهل جدا وبعضها فيه تفكير لكن موجوده كنماذج استرشاديه. تعالوا نبص على كام سؤال فيها. لما يقول لي مثلا لوكال دي شوا سويفون ني با ان ميثود بور اليميني لو دي كور، مين من الطرق دي ما تعتبرش طريقه لاخراج الميه من الجسم؟ وهنا ما حددش جسم نبات حيوان انسان. فهلاقي مثلا اول حاجه اللي هو تقشير الجلد، ترانسبيراسيون نتح، فيدريني تبول، اكسبيراسيون اللي هو خروج هواء الزفير. طيب لو احنا فكرنا كده ما كل دول خروج ميه ما عدا زاكواماسيون يعني تقشير الجلد، فانا هختار اول واحده اللي هي تقشير الجلد. دو لوكال دي زينونسي سويفون ديكري كوركتومون لا كورلاسيون اونتر لو تو دو ريسبيراسيون ولا كونسنتراسيون دي ديوكسيد دو كربون. السؤال ده عايز تفكير شويه لان بيقول لي العلاقه الصحيحه ما بين تنفس الخلايا وتركيز ديوكسيد دو كربون. هي الخلايا لما بتتنفس يعني بتعمل ايه؟ يعني بتاخد اكسجين وتطلع ديوكسيد دو كربون، فديوكسيد دو كربون بيطلع من الخلايا اذا نسبته هتزيد في الدم، يبقى كل ما الخلايا بتتنفس كل ما CO2
نسبته بتزيد فانا هختار بي. question numero 3 بيقول لي pourquoi l'urée doit-elle être éliminée du corps. سؤال يبدو سهل جدا ولكن برضو نشوف المعلومة في الموضوع، هو ليه لازم يخرج البول من الجسم؟ طبعا لو قرينا الاربع اختيارات هنلاقي الادق، لانه يعتبر زيادة الأوريه دوت مواد سامة جوه الجسم يجب التخلص منها، فهختار لتر سي. نشوف سؤال تاني بيقول مثلا لو دياجرام سي دي سو اليسترو لبرنسيبال بارتي دو سيرفو اما، يعني ده شكل كده مبسط للمخ بتاع الانسان. كال بارتي دو سيرفو ريسبونسابل دانتربريتاسيون اي تريتمون لي انفورماسيون فيزوييل. فيزوييل هنا جايه من في، يعني الرسائل والمعلومات المرئية. طبعا احنا عارفين كويس جدا المسؤول عن الرؤية هو الاوكسيبيتال، يبقى انا هختار مين؟ هختار لتر ا لوب اوكسيبيتال. سؤال كمان بيقول لي كال ليمون كونستيتيو للسيستم نيرفيو سنترال، مين من النقاط ديت تعتبر تبع السيستم نيرفيو سنترال؟ هل الكرون فيرتبرال والنير سبينو؟ هل النير بيريفيريكا للاطراف او للممبر؟ هل السيرفو والمال ايبينيير؟ هل السيرفو والنير كرانيان؟ طبعا احنا عارفين كويس جدا ان السيرفو والمال ايبينيير هو الاجزاء الرئيسيه لمين؟ للسيستم نيرفيو سنترال. واكيد مش هننسى نراجع الجزء بتاع النير كرانيان والنير راشيديان، دي مقارنه مهمه جدا ارقامهم وجودهم فين وهكذا. بكده شباب احنا خدنا فكره سريعه عن المنهج في صور، وخدنا كمان مجموعه اسئله، هي مش كتير لكن شفنا عينات عشان نتمرن نفكر ازاي ونحل ازاي. ربنا معاكم وبالتوفيق ليكم، وياريت نساعد بعض في المذاكرة ونشير الحلقة دي عشان كله يستفيد. بالتوفيق.